أهلا ومرحبا بكم في قناة Personality and Attitude. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وأن تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. بوراك أوزجيفيت هو أحد النجوم الذين تجاوزت شهرتهم حدود تركيا وتحول إلى نجم عالمي، خاصة مع أدائه في المسلسل التلفزيوني قيامة عثمان، محطما الأرقام القياسية خلال مسيرته الطويلة. بوراك أوزجيفيت دخل عالم التمثيل من باب عرض الأزياء ولمع في العديد من الأدوار التي قدمها، خصوصاً دوره في مسلسل الحب الأعمى. تبلغ قيمة ثروته حوالي 3 مليون دولار. يعد النجم بوراك أوزجيفيت أحد أكثر النجوم الأتراك حصولاً على المال لقاء عمله، إذ حصل على مبلغ 210,000 ليرة، أي نحو 25,000 دولار، مقابل الحلقة الواحدة من مسلسل المؤسس عثمان. بوراك أوزجيفيت هو ممثل تركي الأصل، ولد في 24 ديسمبر 1984 بمدينة إسطنبول في تركيا حالياً. وحظي بوراك بشعبية جماهيرية كبيرة في مسلسله الجديد المؤسس عثمان، حيث جاء ليجسد بطولة أشهر مسلسل تاريخي في الدراما التركية الذي يحكي عن أرطغرل وتأسيس الدولة العثمانية، ويعتبر المسلسل استكمالاً لأجزاء قيامة أرطغرل التي كانت من بطولة إنجين آلتان دوزيتان. كيف دخل الممثل التركي بوراك أوزجيفيت عالم الفن والتمثيل؟ تخرج بوراك من جامعة مرمرة من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير، وبعد تخرجه عمل في مجال عرض الأزياء، حيث حصل على لقب أفضل عارض أزياء عام 2003، وفي عام 2005 حصل على لقب أفضل ثاني عارض أزياء في العالم. ثم دخل مجال الإعلانات وبدأ رحلته في عالم الفن والتمثيل عام 2006، ولعب أول دور في المسلسل التركي إكسي، وجسد دور مراد، وكانت بداية نجاحه في عام 2007 في فيلم الرعب الشيطاني، الذي قام فيه بدور محمد في ومثل في نفس العام والعام الذي يليه بدور عمر في المسلسل الشهير الحب المستحيل، وكان لهذا المسلسل الفضل الأكبر في شهرة بوراك. واستكمل مسيرته الفنية في عام 2008 ومثل في مسلسل بابا أوجاع، وكانت الانطلاقة الأكبر للنجم بوراك أوزجيفيت عن دور بالي بيك في مسلسل حريم السلطان في الجزء الثاني، حيث اشتهر في الوطن العربي بهذا الدور الذي أحبه الكثير من المشاهدين. جاء مسلسل المؤسس عثمان ليستكمل النجاح الذي حققه قيامة أرطغرل، حيث يستكمل الأحداث التي بدأها أرطغرل من خلال شخصية ابنه عثمان مؤسس الدولة العثمانية. وعرض مسلسل قيامة أرطغرل لأول مرة في 10 ديسمبر 2014، وانتهي الموسم 15 في عام 2019. وخلال تلك الفترة استطاع المسلسل أن يحقق شعبية جماهيرية كبيرة ونجاحا خارج الموطن الأصلي للمسلسل تركيا، وخصوصا في الوطن العربي. وتعتبر الموسيقية التصويرية للمسلسل أحد أهم عناصر نجاح العمل، وهي من ألحان الموسيقار التركي ألباي جولدكين. لا تنسوا أن تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة.